تحتفي العربية للطيران هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسها وريادتها على مستوى قطاع الطيران الاقتصادي. في التقرير التالي نسلط الضوء على جهود الشركة. العربية للطيران النقل الرسمي للإمارة والواقعة في مطار الشارقة الدولي، ها هي تكمل عامها 20. وفي جولتنا هذه نطلع على مسيرة هذه الشركة. فعند الحديث أكثر عن العربية للطيران، حدث ولا حرج عن أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقدمة خدماتها لأكثر من 190 وجهة في 50 دولة، ونقلت على متن رحلاتها أكثر من 150 مليون مسافر حتى الآن، ناهيك عن التميز التشغيلي والمالي والحفاظ على مستوى جودة الطيران منذ إنشاء الشركة قبل عام 2003 بتوجيهات سامية. اليوم الشركة لله الحمد ضمن الشركة يعد ما يقارب 19-20 شركة كلها تخدم القطاع بشكل عام، وطبعا هذه كلها عوامل داخلية في الشركة، هناك عوامل خارجية لنجاح الشركة ووصولها للي ما وصلت إليه اليوم، منها طال عمرك الدوائر اللي هي تعمل معها شركاء استراتيجيين مثل هيئة مطار الشارقة، منها هي دائرة الطيران المدني في الشارقة، منها الدائرة الاقتصادية في الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات، جميع هذه التضافر الجهود هذه خلق البيئة المناسبة لنجاح الشركة ووصولها لما وصلت إليه اليوم. تطبيق معايير السلامة أمر تحرص عليه أيضا العربية للطيران حفاظا على الأرواح والممتلكات. طبعا نحن في العربية للطيران من أساسيات عملنا، خاصة في إدارة الهندسة والصيانة، الاهتمام بسلامة الطائرة، وبذلك اهتمام في سلامة المسافرين. والشعار اللي نتبعه عندنا في دائرة الهندسة هي السلامة أولا، والسلامة تنبع من بعض القوانين التي وضعت من قبل هيئة الطيران المدني واللوائح الداخلية في الشركة على تأسيس الأساس لاتباع السلامة اللي تؤدي إلى أمانة الطائرة وسلامتها. وبالنسبة للصيانة الدورية طبعا نتبع خطوات صيانة بشكل بعد كل رحلة، والصيانة يومية وصيانة حسب ساعات الطيران. كل هذه المقومات وأكثر دفعتنا للتعرف إلى تفاصيل أكثر، وذلك خلال لقائنا بنماذج مشرفة من العاملين في هذه الشركة، ومن بينهم غادة محمد الروسي، طيار أول في العربية للطيران. أنا سعيدة وفخورة أني في العربية للطيران، واللي هي أكملت 20 سنة من النجاح والتطوير المستمر. طبعا هذا الشيء صار بناء على الاستراتيجية اللي ماشي عليها الشركة والتطوير والدعم. مثلا نحن كطيارين يتم تدريبنا كل 6 شهور في شيء اسمه محاكاة الطيران، وكل سنة في الطيارة نفسها من وإلى على حسب مدة الرحلة من البحرين لمصر شو ما كانت الجهة. بالنسبة لتعدد الوجهات عنا في الشركة، طبعا هذا الشيء يضيف لنا نحن كطيارين، لأن أحس ما في شيء اسمه روتين. كما عملت العربية للطيران على إدارة التكاليف التشغيلية وتوفير خدمات السفر الجوي بأسعار أقل، بجانب تدريب العاملين بشكل مستمر ليكونوا متمرسين في تقديم خدماتهم للمسافرين. كما حرصت الشركة على توفير مقاعد واسعة تقدم راحة إضافية للمسافرين مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى، وزيادة وجهاتها ورحلاتها بشكل مستمر لتربط الشارقة بالعالم.